السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بناء على تحقيقات لجنة مكافحة الفساد بتاريخ هذا اليوم 17/2/2022، أصدرت محكمة جنايات النزاهة في الكرخ بحكم المتهم بهاء علاء عبد الرزاق الجوراني 6 سنوات وغرامة مالية 10 ملايين دينار عراقي وفق المادة 310 عقوبات عن دفع مبالغ مالية وتعيين مدراء عامين مقابل أحالة مشاريع لشركائه، ولا زالت بحقه قضايا أخرى.